مع التطور والتقدم الصناعي الكبير جدا واللي بنشوفه في أي وسيلة من وسائل النقل في حياتنا، ده أدى إلى الزيادة الكبيرة جدا في وسائل المواصلات وفي العربيات بالتحديد في العالم كله. الصين بس لوحديها سنة 2011 سجلت إنتاج وتصنيع حوالي 9 مليون عربية بس سنة 2011. سنة 2014 الصين مسجلة إنتاج حوالي 25 مليون عربية، بالضبط 30% من الإنتاج العالمي للعربيات. العدد المهول من العربيات دي أدت إلى خنق البيئة والتأثير السلبي على البيئة وعلى حياة الإنسان. التأثير السلبي ده ناتج من الانبعاثات الضارة اللي بتنتجها المواتير اللي موجودة في العربيات دي، مواتير الاحتراق الداخلي بالتحديد، وده اللي خلى معظم الدول في الفترة الأخيرة ومعظم الشركات المصنعة للعربيات تتجه بشكل ملحوظ جدا لإنتاج العربيات الكهربائية الإلكتريك كارز، وتطور فيها بشكل كبير جدا علشان عربيات صديقة للبيئة وعربيات مميزة جدا. علشان كده كان لازم يلاقوا حل للمشكلة الكبيرة اللي بتواجههم دي، وقدروا انهم يصنعوا حاجة كده اسمها الكاتاليتيك كونفرتر او علبة البيئة زي ما كتير من الناس بتسميها. هنتكلم النهاردة عن الكاتاليتيك كونفرتر ازاي بتشتغل وقد ايه هي مهمة وقد ايه هي ساعدت بشكل كبير جدا في حماية البيئة وحماية حياة الانسان. هنعرف ايه فكرة عملها وازاي بتشتغل وهل يمكن الاستغناء عنها ولا لا. كل ده هنتكلم فيه مع بعض. انا عاصم ابراهيم ويلا ناخد فكره. اهلا بيكم، وحشتوني جدا. اي محرك احتراق داخلي بيمر بالثلاث مراحل دول. اول مرحله مرحله ضخ الوقود وسحب الهواء، تاني مرحلة مرحلة الاحتراق او الاشتعال والحصول على الطاقة اللي احنا محتاجينها، المرحلة الاخيرة وهي طرد العادم الناتج عن الاحتراق اللي حصل ده. وبيفضل الثلاث مراحل دول تتكرر مع تشغيل الموتور او تشغيل العربية. هنركز اول النهاردة على مرحلة طرد العادم، او هنتكلم بشكل عام عن الاكزوست سيستم. تعالى ناخد الموضوع من اوله وهنتكلم خطوة خطوة من اول اسطوانات الاحتراق. اي موتور احتراق داخلي بيكون فيه موجود مجموعة من الاسطوانات، 4 سلندر او 8 سلندر او اي حاجة. احنا هناخد اسطوانة واحدة وهنتكلم عليها، واللي بيحصل في اي اسطوانة من دول بيحصل في الباقي كله زيها بالظبط. الاسطوانة دي بيكون موجود عليها كام شافت، والكام شافت ده متصل مع الكرانك شافت. اللي بيحرك الكام شافت هو الكرانك شافت. موجود على الكام شافت ده صبابات او صمامات. اللي بيحرك الصمامات دي هو الكام شافت. اللي مسؤول عن دخول الهواء وخروج العادم هو الكام شافت. الصمامات دي صمامين، كل اسطوانه موجود عليها صمامين بس. الصمامين دول صمام منهم لدخول الهواء وصمام الثاني لخروج العادم بعد ما بيحصل الاحتراق داخل الاسطوانة. الموضوع ده موجود في كل الاسطوانات اللي موجودة في الموتور، ايا كان الموتور فيه كام سلندر. فبيتحرك الكام شافت، بيفتح الصمام بتاع دخول الهواء، بيدخل الهواء، بيتحقن الوقود، بيحصل عملية الاحتراق. اثناء حصول عملية الاحتراق بيكون الصمامين هما الاثنين مقفولين علشان ناخد الباور الكامل يحرك البيستون، فالبيستون يحرك الكرانك شافت. بعد ما بيحصل الموضوع ده بيكون عادم او دخان جوه سلندر، بيفتح الصمام بتاع خروج السلندر، بيطلع البيستون يخرج العادم ده، وبتتكرر العملية دي على مدار ما العربية شغالة، بيحصل آلاف المرات طول ما الموتور شغال. العادم ده بيطلع من الاسطوانة بيتحوش في منطقة كده اسمها الإكزوست مانفولد. من الإكزوست مانفولد بيتكون فيه شوية مواسير كده، ولحد ما بنخرج العادم ده بره في الهواء ونتخلص منه بأي طريقة. الموضوع ده كان موجود زمان قبل سنة 1973، وكان مسبب مشاكل كبيرة جدا في البيئة وأمراض صدرية كتيرة جدا، وناس كتير كانت بتشكي منه بشكل كبير جدا. ده اللي كان بيحصل من بداية صنع العربيات ولحد سنة 1973. سنة 1973 ظهر العالم الكبير جون مونفي وفكر في أداة وفكرة إزاي يقدر يتخلص من المواد السامة والأبخرة السامة اللي بيتم إنتاجها من الموتور بتاع العربية، لحد ما وصل لفكرة الكاتاليتيك كونفرتر أو المحول الحفاز. تسجل من ضمن أفضل براءات الاختراع اللي حصلت في وقتها. الـ SAE جمعية مهندسي السيارات قالت عنه إنه من أهم 10 ابتكارات حصلت في تاريخ صنع العربيات. علبة البيئة موجودة في جميع المحركات أو المواتير، ديزل أو بنزين. علبة البيئة عندها القدرة إنها تنقي
حوالي 90% من الأبخرة والانبعاثات الضارة اللي بتكون خارجة من الموتور. علشان كده ممكن يكون في الموتور علبة بيئة واحدة أو علبتين أو أكتر من علبتين على حسب نوع الموتور وحسب التصميم والشكل بتاع الموتور. ابتداء من 2010-2011 بدأوا يهتموا أكتر بالكاتلات الكونفيرتر أو علبة البيئة، ويضيفوا عليها بعض الحساسات والسنسورز علشان يبرمجوا الموضوع. الموضوع بقى أكثر أهمية وأكثر تعقيدا، وكل ده علشان يحافظوا بشكل كبير جدا على البيئة وعلى حياة الإنسان بشكل عام. تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن عملية الاحتراق داخل الموتور ملهاش أي علاقة باستهلاك الموتور للبنزين أو الوقود، ملهاش أي علاقة بعزم الموتور، ما بتأثرش أصلا على عزم الموتور أو على استهلاك الموتور للبنزين. الموضوع كله ليه أهمية كبيرة جدا في الحفاظ على حياة الإنسان وعلى البيئة بشكل عام. المشكلة الكبيرة اللي الناس كتير ما تعرفهاش إنه في بعض المواد اللي بتكون خارجة من العربية، المواد دي سامة جدا، ممكن تنهي حياتك حرفيا في أقل من 10 دقائق. بعد الشر عليك طبعا. معلش هنتكلم كيمياء شوية، انا عارف ان الموضوع تقيل بس يلا مش مشكلة. علشان يحصل الاحتراق لازم يكون موجود عندنا ثلاث عناصر مهمين جدا. اول عنصر لازم يكون فيه اكسجين، ولازم يكون فيه هيدروجين، ولازم يكون فيه كربون. الكربون والهيدروجين دول عبارة عن البنزين اللي احنا او الوقود اللي انت بتضيفه في الموتور. C6H6 ده التركيب الكيميائي بتاع البنزين، والاكسجين ده الهواء الطبيعي اللي بيدخل جوه الموتور. بتجتمع العناصر دي كلها مع بعض، هيدروجين واكسجين وكربون، بيحصل الاحتراق، بيحصل بناخد الطاقة اللي احنا محتاجينها. بعد كده بيتكون عادم، العادم بيطلع في الاكزوست مانفولد. العادم ده هو عبارة عن اول اكسيد كربون واكسيد نيتروجين وهيدروكربونات. المهم بتدخل المواد دي، اول اكسيد كربون واكسيد نيتروجين وهيدروكربونات، بتدخل على علبة البيئة مباشرة من الاكزوست مانفولد، بتدخل على طول على علبة البيئة، بيتم تنقيتها داخل علبة البيئة، وبتخرج مواد تانية مختلفة صديقة للبيئة ما تأثرش قوي على صحة الانسان وعلى البيئة بشكل سلبي. علبة البيئة بيكون جواها كتلتين صخريتين كده من مواد معينة، اول واحدة اسمها الراديوم والتاني اسمها البلاديوم. اول واحدة من ناحية دخول العادم وخروجه من الموتور. كل اللي اعرفه عنهم انهم مواد كيميائية صلبة بتتفاعل مع الدخان اللي خارج من الموتور. على فكرة المواد دي غالية جدا، سعرها بيوصل 5000 او 6000 جنيه. الفكرة انه الثلاث مواد اللي احنا لسه قايلين عليهم دول اللي بيكونوا العادم السام ده، بتدخل على علبة البيئة، بتدخل بتصطدم في الاول بالقطعة او الكتلة اللي اسمها الراديوم. الراديوم بيتفاعل مع المواد دي، بيفككها وبيحولها الى نيتروجين واول اكسيد كربون وهيدروكربونات واكسجين. بعد كده المواد دي بتعدي على البلوك الثاني، كله ده جوه علبة البيئة متصمم بنفس الشكل بتاع خلية النحل ده اللي موجود على الراديوم، نفس الشكل، نفس شكل التصميم زي الشبكة كده او زي خلية النحل. بيدخل المواد اللي خارجة من الراديوم دي بتدخل على المادة الثانية اللي اسمها البلاديوم، وبيحصل تفاعل ما بينها بينتج نيتروجين N2 وبخار ماء H2O وثاني أكسيد كربون. وبكده قدرنا نوصل من المواد السامة إلى مواد غير سامة ممكن ما تأثرش بشكل كبير على البيئة وعلى حياة الإنسان. الموضوع ده غاية في الأهمية. بعد كده بتطلع المواد دي من علبة البيئة، بتدخل على علبة تانية اسمها المفلر. المفلر دي حاجة كده موجود فيها مجموعة من الممرات، حاجة زي المصفة كده أو الشبكة، وكل ده عشان تتحكم في حركة الدخان وصوت الدخان وهو خارج من العربية. ملناش دعوة بالناس اللي بتلعب دي، احنا ناس غلابة. بس بيطلع الدخان من المفلر، بيطلع هادي كده وسلس وحركته سلسة، بيطلع من المفلر في شوية بايبس كده أو مواسير، من المواسير دي بيطلع للهواء الطلق وللبيئة بعد ما تم سحله وتصفيته تصفية شنيعة. شوية نصايح مهمة حابب أقولها لكم. اوعى
تسمع كلام الراجل بتاع الشكمانات وتشيل علبة البيئة، هيقولك العربية مكتومة، العربية مش عارف ايه، وانصحك انك تشيل علبة البيئة. لا، اوعى تشيل علبة البيئة. علبة البيئة ملهاش دعوة بالكتمة او الحركة بتاعت العربية. علبة البيئة ليها دعوة بنقاء العادم وخروج العادم. هو بيقولك اشيلها لك وبيشيلها مخصوص علشان ياخد المادة المواد اللي جواها دي ويروح يبيعها، بتتباع بسعر غالي جدا. فنصيحة مني، بلاش تعمل كده. اللي بيدمر علبة البيئة الترسبات والأكسدة اللي بتكون خارجة مع العادم، اختلاط الزيت مع العادم، اختلاط المية مع العادم او تسريب مية او زيت، كل الحاجات دي بتدخل تصطدم بعلبة البيئة وبتسترسب في علبة البيئة. لو في عندك بوجي او حاجة عطلانة في الموتور، ده بيأثر بشكل ملحوظ وشكل سلبي وشكل كبير جدا في علبة البيئة، وهتلاحظ الموضوع ده. لو في احتراق بيحصل بشكل مش كامل جوه الموتور، هتلاحظ ان علبة البيئة حصل فيها مشاكل. علشان كده هم حطوا بعض السنسورات في اول علبة البيئة، في سنسور، وفي اخر علبة البيئة في سنسور، علشان يقيس نسبة الاكسجين اللي موجود في الانبعاثات اللي خارجة من الموتور، وعلشان بناء عليها بيحددوا يضخ قد ايه بنزين او يضخ قد ايه هواء والحاجات دي، عشان يوصل بانه يخلي الموتور في الحالة الايديال نسبيا او الحالة المثلية. يعني في بعض الناس بتنصح بتنظيف علبة البيئة لو حصل فيها، لو تسدد او اتملت ترسبات وشوائب وكده. في بعض المواد بتتباع بتنظف علبة البيئة والحاجات دي، في بعض المواد التانية برضو بتتضاف مع البنزين بتنظف علبة البيئة، بس في ناس كتير بتقول انه مش فعال. يعني اتمنى تكونوا استفدتم، وشكرا شفت الفيديو، واستنونا في فيديوهات تانية، وسلام.